انت كده ممكن تتفصل من الداخليه خالص يا جلال لو اكتشفوا ان انت بتحقق في القضيه دي لوحدك كده ومع نفسك. ما عنديش اي مشكله اتفصل من الداخليه، بس اعرف مين اللي عملها واعرف بقى ليه ليوي المنياوي عايز يقفلها باي طريقه. هو لو المنياوي ده اتورط فعلا كده زي ما بتقول، مع اني شايفاه انه امريكاني قوي بصراحه، يبقى الواد ابليس ده كان عنده حق وانت فعلا ماشي بالسكه الغلط. اشمعنى؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك المتهمين المحتملين مقسومين نصين، نص منهم فقير جدا والنص الثاني غني جدا وواصل جدا. لما واحد بقى بوزن المنياوي ده يبقى متورك، يبقى اللي عمله كده الفقراء ولا الاغنياء؟ اه من ناحيه دي عندك حق بصراحه، بس لو استبعدنا موضوع المنياوي ده بقى خالص هنلاقي المستفيد الاول من الحكايه دي هي البت نعمه. اولا عشان عايزه تنتقم من الواد اللي عمل فيها كده ورماها، ثانيا بقى موته في العده، وبعدين تطلع حامل فتورس. ايه بقى عايزه تفهميني ان كل ده حصل صدفه؟ مش عارفه بصراحه يا جلال، بس انا بقيت خايفه عليك انت. لا ما تخافيش، انا لازم الاقي حل في الحكايه دي.